السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كاين شقق فاخرة للكراء في عين ملول في أحسن مواقع السكنات، مع عمرهم تسكنوا لأول مرة عيد سكنوا 3 ديال الغرف وجوج حمامات والصالة والسيجر وجوج ديال الشرفات، وكاين مسعد كهربائي. الثمن ديالهم كلشي في الفيديو، كملوا الفيديو حتى الأخر في جميع المعلومات. الدخلة هي هذه على يدنا اليمين، كاين بيت بالبالكون ديالو على الشارع، كاين الحمام. هاد الشقق كاينين في عين ملول، مع عمرهم تسكنوا أول مرة عيد سكنوا. عندك واحد السيجر هنايا الإخوة الأخوات، كاين سيجور ديزاين جديد، فينيسيون جديد، بني جديد 2024. ثمن الكراء 4200 درهم، 3 البيوت فيهم، جوج الحمامات، شقق فاخرة للكراء. هذه الدوشة الثانية، عندك الطاسة بلا صدر الشاشة، دوش كبيرة، كوزيني مجهزة الصراحة، الغزالة ما شاء الله، الفران ديالها، المجمر ديالها بالهوت ديالها، بلاكاريس بلاصه ديال الثلاجه، وعندك بالكون، جوج ديال البالكونيس فيها، كاين حتى البالكون في الكوزينه تقدر تنشي الحوايج ديالك. باقيين بعض الطوابق اللي كاينين هنايا، وبعض الشقق، بعض الشقق كريناها هنايا مع الدخله. كاين بيت الثاني، ها انتما ديزاين، بلاصه الثلاجه، صاله ديال الواي فاي، صاله الكتريك كاملين ديال الضوء. هذا بيت الثالث، بيت الثالث ها انتما ديزاين جديد كما كتشوفوا، سبوطات والليد، بلاصه ديال التلفازه، هانتوما كلشي مدوز، الدور جدادين في المستوى، اول مره عيد تكرب. 4200، كاين لاسونسور طبعا، ما فيهمش الباركين، هانتوما ما كاينش الباركين، هنا كاين السيجور وكاين الصالون. 4200 درهم، مساحات كلشي 100 120 90، ما عنديش مضبوطه.